عمرك فكرت ازاي بتفرق الروائح من بعض؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو لسه جديد في القناه دوس سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. معظمنا عنده فتحه في مناخيره مسدوده وواحده تانية مفتوحه. جرب تقفل واحده منهم بايدك وتنفس، هتلاقي فتحه واحده هي اللي شغاله والتانية مسدوده، ودي اسمها عمليه الدوره الانفيه، وبتحصل كل 4 ساعات تقريبا، علشان الانف بتكون محتاجه تميز بين الروائح فبتبدل الادوار، والعمليه دي بتحافظ على الرئه عشان تعرف تميز بين مليارات الروائح، وهي دي المعلومه اللي في الزتونه.